حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. اليوم راح نحكي عن موضوع هواية نحكي به اللي هو الخدمات بالعراق والحكومة واللي دا تسويه وش دا توفر وش دا تشتغل وش دا تبوق، يعني الفساد بشكل عام. تابعونا بعد الفاصل. بما انه احنا على اساس حكم اسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. إذا عندكم مروءة وعندكم إنسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم انتوا اولادكم واحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. عراق ما بعد 2003 او عراق الديمقراطية مثل ما يسموه او اي شعار يردون يقولوه الحكومة العراقية والامريكان، يعني بوش الابن لما اجى بال 2003 وقام بحمله عسكريه بمساعده بريطانيا والدول اللي ساعدته، قال احنا جايين لنشر الديمقراطيه، احنا جايين الى العراق لانه نريد نسوي نموذج الى الديمقراطيه في الشرق الاوسط او في الوطن العربي او في المنطقه. وصار نموذج، بس يا ترى لديمقراطيه صحيحه؟ وانت يا بوش عندك ديمقراطية؟ سجن غوانتانامو والمعتقلين السياسيين و و و كثير من الامور. لو الديمقراطية فقط بقضية اللجوء، حرية الرأي عندك مضمونة لو لا؟ حتى تجي تحشي بالعراق تقول اكو ديمقراطية، زين وين الديمقراطية اللي انت وعدت بها العراقيين؟ المهم من 2003 إلى اليوم 16 سنة الحكومات تبوق، تنهب، تسرق، تقتل، تذبح، تدمر مدن، تعتقل نساء، تعتقل أشخاص بجريرة أشخاص آخرين، وتعتقل أبرياء ما لهم ذنب سوى أنهم عراقيين، وقتل الضباط لأنهم في فترة من الفترات دافعوا عن العراق ضد العدوان الخارجي، لأنه في فترة من الفترات كانوا السد اللي يحمي العراق، تدفع الأذى عنه وتخلينا عايشين ومرتاحين. والدليل أطول حرب بالقرن العشرين، أطول حرب تقليدية اللي هي حرب الثمان سنوات. قتلوا الدكاترة، قتلوا الأساتذة، قتلوا العلماء، قتلوا كل شيء من الممكن أنه يفكر في يوم من الأيام ويعيد بناء العراق. المهم قضيتنا اليوم هي مو الحكومات. احنا نعرف الحكومات ذولا مثل ما وصفهم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري أنهم كالأيتام على موائد اللئام، فاحنا ما نحكي بيهم ذولا. أنا استغرابي الشعب العراقي في تاريخ العراق القديم والحديث ما شفت فد يوم أو سمعت أو قرأت بكتاب أنه الشعب العراقي خانع، ما قرأت في يوم من الأيام أنه الشعب العراقي كان شعب ساكت عن الحق، ما قرأت في يوم من الأيام أو سمعت أنه الشعب العراقي كان مغلوب على أمره. السؤال ليش وراء 2003 الشعب سكت عن الظلم، سكت عن الفساد، سكت عن الذهاب المبادئ والقيم اللي
قد السياسيين، سكت عن أمور دخيلة دخلت إلى العراق، مخدرات، إيدز، شبكات التجار بالبشر، شبكات تسول، عودة الأمية إلى العراق، فساد مستشري بالدولة، ماكو مواطن بالعراق يقدر يكمل معاملة وحدة بدون واسطة وبدون رشوة، أي حق من حقوقك أنت ما تقدر تستحصل نتيجة فساد هاي الحكومات، نتيجة غبائهم السياسي، نتيجة عدم معرفتهم في طرق إدارة الدولة، نتيجة عدم امتلاكهم إلى قيم القيادة أو مبادئ القيادة. والحكي دا أحكي مو من عندي، منهم بيهم اللي قالوا هذا الكلام، عزة الشابندر اللي يعتبر مفكر من مفكري العملية السياسية بعد عام 2003، قال ذولا مو رجال دولة، كانوا كرجال معارضة ناجحين. وأنا أقول لك ليش كانوا ناجحين، لأنه كانوا يشرون غسيل بلدهم إلى دول الغرب، لأنه كانوا يفضحون بلدهم إلى الغرب، لأنه كانوا همهم الأول والأخير هو الكرسي. ولما وصلوا إلى الكرسي قالوا ياهو اللي يقدر ياخذها حتى ننطيها. ليش؟ لأنه جيوبهم ملت. عندنا أول اتصال اليوم، أبو ياسين من ديالى، حياك الله. حياك الله عيون عفن. هلا بيك أخي عفن. العراق صار في مقدمة الدول العربية وقدوة الدول العربية وهيبة العرب. نعم. أما دخلنا حرب مع الفرس المجوسة والله صنعنا فيها النصر والسلام للمنطقة بكاملها، ويصبنا جدا تامت على العرب وواضح على العراقيين أصبحت. أما أخي أفل بالنسبة للشعب هو ظلم نفسه، ارتضى أن تكون هيتي عملية سياسية بائسة هي أذناب احتلال، وهم والله ليس معارضين، لو كانوا معارضين عارضوا بالداخل، لكن هم يقول لكم الله أذناب وراعوا لقاقهم بالدول اللي عاشوا واحتاشوا على الجدوى. هذا مو رجال دولة، والشعب رضى عن نفسه أنه انتخب على ظل طائفي وواضح على العراقيين. والله العظيم أنا أحسب وأحاسب كل واحد بقى وانت مقاومات الدولة، أقصد بقى يخدم هاي الدولة. اليوم أنت تسمع حتى في أصوات ثلاثة الرافدين البطلة أصلهم التصين هم بقوا خدموا الدولة، لما تعالوا يتبجعون بالحدث لا يفترى ترفض العملية من 9/4 إلى 3/3. لا لا أنا مبال العملية، وأنا أقدم الرحمة والمجر كل شهيدنا وشكرنا جهيل الدكتور حافظ جمالي، هذا هو النموذج العربي للسنة في العراق. أخي هو اليوم جاني يفوق كور مع هذا المالكي وغير المالكي، واليوم طلع التقاعد يطلع، هذا المفروض نرفض حتى حال حكومة الأذناب حكومة الاحتلال. هذا حال العراق والله يا أفل، ما أشوف أي خدمات أي الخدمات، وهذا ما يدعسه بالطافي هذا اللص الكبير، هو كان برلمان السعودية يتحدث يعني ما يخجل على نفسه. والله يا أفل بقت عمايم هانة العراقيين. وأنا أقول للشيعة تحديدا أخي هاي أخوان هاي العمايم كانت كلها مزيفة وكلها دجل الشعوذة، وهذه مرجعية إيران المجوسية. أخي هذا هو اللي ضيعكم ضيع وطنكم وضيع العراق. أنت جاي تقلدك هذا اللص، هو أنت ما تعرف شنو الحلال من الحرام، ما تعرف شنو طريقة، ما تعرف شنو العراق. أخوان انتبهوا عن نفسكم واتركوا المرجعية، والله لا تفوزون فوزا عظيما أخي. هذا أخوان هذا الحكومة ما توديكم إلا للهلاك، ما تنصركم ولا تخدمكم ولا تنفعكم، ضيعت هوية العرب، ضيعت هوية العراق. فكان اليوم السلون لو أكو نقول بكم سياسي هو جاي يشوفونه يذب هوية الأجنبية نقول حقكم. أخي هو مخلى هويته بجيبه، هو هويته جاي يضحك عليكم، يسلب أموالكم، ياخذ حقوقكم، ياخذ كرامتكم، دمروا وما خلوا لا ثروة، لا خلوا حضارة، لا خلوا تاريخ بالعراق. لوين بعد تبقون يا 16 سنة؟ هم يتبجعون يقول النظام السابق 35 سنة، ولكن هو كان نظام وطني يروحون للفدوة، هسه اليوم 16 سنة، يعني نصف الحقبة اللي قادم النظام السابق، أنت شو قدمتوا 16 سنة؟ عم تقول 35 سنة تجون بالعراقيين شيعة سنتها؟ والله ترى هم أنت والسنة والسلام عليكم، والله ما يخليكم المقدم، لا كل يجينكم وياخذون كل أموالكم ولا يقطعونكم قطعاً عرباً عرباً، إخوان اتركوا، واليوم الأسرة عن المدرسة العراقيين.
مكان ما تتوسلون اطلعوا يا اخوان في كل محافظه سووا ساحه تحرير وانتفضوا وطلعوا على هاي الحكومه اللي ما تمثل العراقيين، ما تمثل العرب، ما تمثل هذه الجمهوريه العراقيه اللي يهزت الكون كله. والله العظيم هذا مو تمجيده لكن حقيقه صدام الله يرحمه عنده خمس دبابات مطرقعات احداث يسر انسان هز الكون، هز الكون كله. واليوم شفت بحالنا ما طبعا الى ايران وكنا محاصرين، ده كان نظام وطني وكنا على ايد وحده وكنا هويه وحده. نعم نعم. شيء شو السني يا اخوان احنا العراقيين انا تبيها شبه شيعي وشبه سني، لا احنا خال وابن اخت، احنا اخوان. ليش قصوا لكم هذا اللي جانا من إيران وغير إيران؟ شكرا شكرا لك أبو ياسين. يعني أبو ياسين جمل أغلب الحكي اللي رتقوله، يعني إش وقت الشعب العراقي طالب بحقه ما يتوسل. يعني دا تشوفون التظاهرات مدى تجيب نتيجة، والتظاهرات دا تأخذ أرواح ناس لأنه ذولا ما مهتمي بيكم. شوفوا نور السعيد لما كان رئيس وزراء العراق، نور السعيد حكم العراق أو أصبح عفوا كان الحكم ملكي، أصبح رئيس لوزراء العراق في إبان الفترة أو الحقبة الملكية 14 مرة. نور السعيد 14 مرة هو رئيس وزراء. في فترة من فتراته طلع الشعب العراقي في تظاهرة، طلع في تظاهرة وكان يردد شعار، والشعار مشهور ما نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانة، مشهور هذا الشعار. لا دز الجيش العراقي، ولا دز كتائب، ولا دز دبابات، ولا دز شرطة، ولا دز شيء، ولا قمع الناس، ولا قتل، ولا اعتقل اللي يعني بيّن هذا الشعار وطلعه عليه. قال لهم اش تردون؟ قالوا له عندنا معاهدة ما نريدها لأنه دا نشوف أنه هاي المعاهدة ضد العراق. قال لهم تلغى. ثاني يوم طلعوا بمظاهرة، نوري سعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة، لا قتلهم لا صلخ لا ذبح لا سوى أي شيء. أنتوا دا تشوفون ذولا همهم مو عليكم. وحتى من دا يطلع يروح لأوكرانيا يوقع صفقة يجيب لكم سلاح فاسد، يروح الروسيا يوقع صفقة يجيب لكم سلاح ما أدري منين، يروحون الأمريكا يفرحانين لي جورج بوش الابن نطى طيارتين C-130 هيركوليس الجلالة طالباني هدية وقال له أخذها. وإلى اليوم البروانة ما الطيارة مكتوب عليها US Army، وللعلم ذن الطيارات خارجة من الخدمة من زمن الحرب من حرب فيتنام. يعني دا يطوكم لفضالة، ودا تشوفون لا صفقاتهم صح ولا وضعهم صح. كهرباء ماكو. هسه يقول لك إذا مشوا العقوبات على إيران وطلبوا أنه إحنا نلتزم بالعقوبات على إيران، العراق راح ينحرم من الكهرباء لأنه إحنا نستورد غاز من إيران، وهذا الغاز نعتمد عليه بتوليد الطاقة الكهرباء. هي وين هالطاقة الكهربائية على من تعتمدوا عليها؟ الله يخلي المولدات اللي من وراها الناس دا تاخذ كهرباء. زين الصفقات اللي انتو سويتوها من 2003 لليوم، صرفتوا مليارات الدولارات على الطاقة الكهربائية وعلى توليد الطاقة الكهربائية وعلى محطات جديدة، وراح نبدي محطة بفلان مكان، وراح نبدي محطة غازية بفلان مكان، وراح نبدي محطة توليد كهرباء بفلان مكان. شو وقت زين؟ وينها؟ الفلوس اللي ذبيتوها فلوس الشعب ترى مو فلوسكم. يعني السياسي ما دا يطلع فلس من جيبه ودا يصرف على الشعب حتى يمن عليك. أخي العزيز السياسي هو مواطن حاله حالك، صار موظف خادم إلك مو يتحكم بيك. أنتوا تعرفون النائب البرلماني بزمن الملكية ممنوع من التقاعد، ممنوع من السفر والإفادات خارج الأطر القانونية، ممنوع انه يسافر واحد بإفاد وياخذ عائلته وياه، ما طالعين سفره طالعين بإفاد رسمي احنا. تعرفون النائب بزمن الملكيه لازم يقدم جرد بكل املاكه قبل ما يصير نائب وقبل ما يردد القسم، ولازم يقدم جرد بعد ما يطلع من البرلمان، لان يقول له انت موظف تجي تؤدي دورك كنائب بالبرلمان في فتره معينه وراها تطلع ترجع الى وظيفتك السابقه، ما لك تقاعد. هن 4 سنين ما شايف قانون بالدولة أو بأي دولة بالعالم واحد يشتغل 4 سنين يأخذ براتب تقاعدي وراتب مخيف، والناس اللي اشتغلت وخدمة البلد 30 و40 و50 سنة يأخذ لكل شهرين $600 و$400. ويانا اتصال أم أزهار من بغداد، حياك الله أم أزهار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك
احيي هاي القناه العظيمه وعامليها. حياك الله. بالنسبه اني بالنسبه اقول مو هاي حكومه، انا اقول هذول عصابات اللي اجوا دائما من 2003 الى هسه ما سميتها حكومه. نعم. لان الحكومه الصالحه هي تصلح الشعب وتؤدي واجباتها تجاه الشعب وتعمر وتبني وتصلح وكل شيء تسوي، اما هذول اجوا ناس هذول بالتسعينات قبل لا يجون هم بس سووا دعايات الى العراق العراقيين، خربوا نفوس العراقيين قبل لا يجون ودمروا واهل ما زادوهم هم من اجوا على الدبابات الامريكيه، ثم بعدين تولت الشعب اهل بعض الناس الجهلاء. أنا معذرة للشعب العراقي، الشعب العراقي مو جاهل والشعب العراقي غير مثقف، لكن ما أعرف ليش هال 16 سنة صار مو مثقف وصار جاهل وصار ينتمي إلى أهل العمايم وشحشون. إذا الحكيم يوميا مسوي له مؤتمر ويحكي بالقيم الإنسانية والشرف والإسلام ما يدعي به، وهو حرامي وبايق نص الكرادة وما وغير الفساد اللي قايم به. أما وبعض وبعدين الثاني هذا مختار الصدر نفس الحالة، ماخذ نص العراق وعنده ليه سميشيات ويحاربون ويقتلون، وما قصر بالشباب اللي ويا الدبابات الإيرانية، ما قصر هو، ما قصر، كلهم ما قصروا ويا الشباب اللي اجون اللي كانوا يحاربون ضد هذول اللي اجونا، فخربوا نفوس هالعمايم وغير العمايم اللي بعض ما اعرف اساميهم هذول يقرون لهم ويفسروا لهم بالدين والحضاره والاسلام وعدم البوق وعدم ما اعرف شنو، هم بوق ولب الفساد هم. فالشعب بعض الناس بعض الشعب الاميين او بعض الشعب راسهم اندمغ من هذا الكلام فانجرفوا لهم، انجرف هذا نص الشعب العراقي منجرف الى القوم الفاسد، نصه منتمي الى هذا القوم الفاسد، غير اللي عنده حشد واللي هذا بالحشد وهذا ابن عمه وهذا ابن خاله وهذا ابن جده وهذا ابن ابن وهكذا، يعني انزرع الفساد في هذا البلد وهكذا انزرع السكوت في هذا البلد، سكوت الشباب، سكوت الناس اللي ما انا بس اقول اريد القيم، الانسان من يفقد قيمه واخلاقه يفقد كل شيء، يفقد شرفه، يفقد مقوماته، يفقد كل شيء. لكن الانسان لازم يعتز بقيمه واخلاقه، ولازم احنا ننادي الناس الشرفاء، ما معقولة هذا البلد خلص من الناس الشرفاء، ما معقولة البلد هذا خلص من الشباب اللي هم بعدهم معتزين بكرامتهم وحبهم للوطن، لكن ماكو احد يدافع لهم، ماكو سند لهم، ماكو احد يقاوم وياهم. يعني هنا شفنا بالبصره طلعوا مظاهرات وخمدوها، طلعت ببغداد مظاهرات وخمدوها، هنا حزب الدعوه دا يشتغل شغل قوي وهو يريد يسيطر، لانه يقول لك انا اذا انسني منها يعني انتهى. يجون الشباب الغيرنا اللي منتمين الى القوميه يعني الحزب بلدهم وقيمهم واخلاقهم، ولهذا ترى الناس ساكته والناس اللي قاعد تنتحر والناس اللي قاعد تموت جوع، وهذول العصابات الموجوده مهتمين، هذا يسافر لاوروبا وهذا يروح منا وهذا يجي منا وجيوبهم مليانه فلوس، يعرفون شياكل الفقير. ان دول العالم هسه كلها كل الدول العربيه انطت رواتب زياده للموظفين حتى يتعافوا شهر رمضان، احنا يعطينا نص كيلو عدس ويسافر ويروح لباريس ويروح لاوروبا ويترك الملفات الفساد كلها ومتونس، وهذا اصلا هذا عاد الزويه جابوه حيادي حتى يكون بين الاحزاب، هو منتمي الى
الى ايران، هو ايراني اصلي، فاحنا حكمنا ايراني اصلي، واذا ما نخلص من هذا الحكم الايراني احنا ما راح يصير لنا، ترى حيبقى العراق بهال الوضع هذا، والناس اللي تقبل هذا الشيء وهكذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا شكرا لك أم أزهار. يعني القضية أم أزهار مو بس هاي، أنت تقولي إنه ماكو سند. نعم صحيح، ماكو سند للمتظاهرين، ماكو سند لهؤلاء الناس. أختي الغالية، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، البيت الشهير لأبو القاسم الشعبي. أختي الغالية، المشكلة اللي تصير بالعراق، العراق منقسم والشعب العراقي صاير بألف اتجاه. يعني طلعوا المحافظات الست المنتفضة، ما كانت عندهم مطالب كبيرة ترى، شرادوا تحرير المعتقلات الأبرياء، تحرير الناس اللي أخذهم جريرة ناس آخرين، يعني كل بلد بمجرمين. بالله سؤال أبو نيوزيلندا هذا اللي طب للجامعة وكتل 50 واحد، حكومة نيوزيلندا اعتقلت أخوته وخواته ومعرفين لأنه هذا إرهابي؟ قالوا هذا إرهابي واعتقلوه، حتى ما عدموا، يمكن ذبوه بالسجن ما صارت عقوبة الإعدام، بس اعتقلوا أحد من أهله. بالعراق تهمة الأربع إرهاب صايرة أسهل منها ماكو. اللي جر نفس انتهم تهمة أربع إرهاب، واللي انتهم تهمة أربع إرهاب أخو أخته ورجل أخته ومرت أخو خوانها كلهم راحوا بالرجلين. ليش؟ لأن عندهم واحد إرهابي. أختي الغالية، المشكلة وما بيها لما طلعوا تظاهرات بالأنبار، كان من المفترض إذا الشعب العراقي عارف أنه الوضع بالعراق ما يصير لشارة، من شماله الجنوب كله يطلع ويقول لهم أنتوا إحنا مريتكم، إيش راح يقتلون؟ يقتلون الشعب كله؟ ما يقدرون. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفن. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للحكومة اللي مع الأسف احنا نسميها حكومة وهي مو حكومة، هي حكومة طائفية، حكومة فساد، يعني هي مو حكومة. نعم، دمرت المجتمع العراقي بالكامل، يعني حقيقة حتى الطائفية من زرعة الطائفية بسبب، يعني قبل 2003 ما كان هيك الشعب مفكك، منهار اقتصاديا وفساد والمخدرات كلها بسبب الحكومة اللي جت على ظهور الدبابات الأمريكية، والآن يتبجحون إنهم ضد المحتل. أنتوا دمرتوا البلد، البلد تدمر على هاي الطبقة السياسية وقادة الكتل السياسية مثل المالكي وهادي العامري وسامة النجيفي وغيرها، كلهم بدون استثناء السنة السياسيين قبل الشيعة. لأن احنا دمارنا حقيقة المناطق الغربية، دمارنا من الطبقة السياسية اللي تقول احنا نمثل السنة، وهم ما يمثلون بس انفسهم. صحيح. يتبجحون انهم الانتخابات هي اللي صعدتهم غيره، وكله كذب. الناس كارهتهم جملة وتفصيلة، ما حد راغبهم نهائيا، لان وصلهم العراق الى 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 الحضيض. خلينا نحكي هيك بصراحة. لا. العراق هسه العراقي ما عنده اي كرامة لا داخل البلد ولا خارج البلد، يعني ما عندنا حتى كرامة، ولا العراق على سيادة دولية. لا والله، من الممكن العراقي خارج البلد إلا كرامة أكثر من داخل البلد بأخلاقه فقط. أما كعراقي ويحترموني لي أنا مثل، خلينا نقول وراي دولة عراقية، ماكو هالشيء أستاذ أسل. أما كأخلاقي كعراقي نتعامل بيها مع الناس الأخواننا العرب بمصر وبعمان بتركيا بشمال العراق بغيرها، كلها يعني احنا بأخلاقنا نمشي، مو كدولة تحمينا وعندنا سيادة من دولة أبدا، ولا مقدمت لنا أي خدمات. صحيح. الحكومة العراقية لأي لاجئ وغيره. بالعكس هسه لو يعني اكو فرصة الشعب العراقي كله يروح لأوروبا يطلب اللجوء وتيسر الأمم المتحدة اللجوء للشعب العراقي، صدقني الشيعة قبل السنة يغادرون، والسنة يغادرون أيضا هذا البلد، ويتركون هذا البلد المدمر على إيد الطبقة السياسية اللي دمروه. ماكو أي إنجاز عندهم، مجرد عدة عندهم مش كم شغلة من إنجازاتهم، مش أذكر كياها،
انجازاتهم اللي احنا المفروض نحكي بيها للشعب والعالم العربي والاسلامي، انجازات هاي الحكومه والسلطه العراقيه هي المخدرات والقتل والفساد ودمار البنيه التحتيه وتفكيك المجتمع العراقي، هي هاي انجازات حزب الدعوه والحزب الاسلامي. اي انجازات ما عندهم، لا بناء مستشفى، لا تطورهم في مجال الزراعه، لا كهرباء، لا خدمات، لا تعليم، لا تربيه، كل شيء ماكو، فساد فساد حتى اخلاقي صار. يعني صارت عندنا طبقه بظل هاي ال 16 سنة الاحتلال، طبقة من الشباب يعني كبروا بهاي الفترة لا يعرف يقرأ ولا يكتب، يعني الأمية رجعت صحيح. من جديد للعراقيين. صحيح. يعني يجيك يحكي لك قبل يسيب لك سيدنا عمارة أو يسيب سيدتنا عائشة وهو ما يعرف من الدين ولا يعرف يكتب ويقرأ، مجرد أن أهل العمائم السوداء الغبراء عبتهم حقد حقد على 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 مثل خلينا نقول الصحابه وغيرها. يعني شعب مفكك، ما عندنا اي انجازات. يعني طافي حتى ارهاب داعش ليش يصورون هسه احنا من نحكي يعني راضينا مثل خلينا نقول ارهاب داعش واللي انتشر الارهاب بهاي الفتره بمناطقنا، احنا ما راضينا هذا الموضوع. الارهاب ما يمثل الا الارهابيين، ما يمثلنا حتى بسببهم الارهاب صار. قبل 2003 ماكو، ما عندنا هاي المواضيع نهائيا، لا ارهاب لا تفجيرات. بظلهم هسه من يتعاركون ويتنحرون السياسيين فيما بينهم، شوف المفخخات والكواتم تشتغل ببغداد على ابرياء من الفقره من الشيعة والفقره من السنه، الاغتيالات بمحلاتهم، المؤذن جامع بدجيل غيره، تصير التصفيات على حساب دماء العالم ودماء الابرياء. اما هاي الطبقه السياسيه صدقني استاذ كلها طبقه اما عميله الى الولايات المتحده الامريكيه او عملاء الى جاره السوء الدوله الفارسيه المجوسيه. يعني الطبقه السياسيه من قسمه لو رضا امريكا عليهم او رضا الفرس عليهم، اما طبقه سياسيه تمثل الشعب العراقي ما عدنا نهائيا، ما عدنا. والله دعتك يا صباح ذول يلعبون على الحبلين عملاء للطرفين ودعتك. هسه الخلل استاذ اسهل بعدمن، الخلل بالحكومه لو الخلل بالشعب العراقي، الخلل بينا احنا كجنوب والمناطق الغربيه، الخلل بينا احنا نخلي هيك حسالات. وحتى المقر مال السفاره الامريكيه بالمنطقه الخضراء المفروض يحرقوه على رؤوسهم. مقتدى الصدر من يطلع يتبجح كل فتره ازمات، يطلع بالفتره الازمات يقتل بلبنان يم الصبايا، وبعدين من تصير ازمه يجي يطلع يقوم يصرح على البحرين وغير البحرين في سبيل يعني ماكو فد عندهم سياسه مقنعه على شخص معين في سبيل تقول هذا والله هذا سياسي وطني يحب البلد. كلهم ما يحبون البلد. يعني معاناه الاهلنا بالجنوب للفيضانات وشحه المياه بالبصره، مقتدى الصدر ما طلع صرح عليه، يطلع يصرح ويتدخل بالشان البحريني والبحرين كلهم وسنتهم وشيعتهم اخوه لنا. لكن من مقتدى الصدر يستغل هذا الموقف بالفتره المعينه والشعب العراقي مفكك ومنهار، اذا هذا شخص يعني مع الاسف عليه شخص عميل وشخص جاي يحرك باجندات خارجيه سواء ايرانيه او امريكيه. شكرا شكرا لك اخ صباح. طبعا اخ صباح ذكرني بنقطه معينه، يقول لما مقتدى صدر يطلع يحكي على البحرين هو تدخل في شؤون داخليه الى البحرين. ذكرت حادثه في تسعينيات القرن الماضي، كانت تحديدا عام 94، مباراه ما بين السعوديه والسويد في بطوله كاس العالم لكره القدم. كان المعلق على التلفزيون شدراك يوسف، والعلاقات العراقيه السعوديه سيئه بتلك الفتره. شدراك حكى حكاية بالضد من المملكة العربية السعودية، دخل دورة الضبط عليها وتعاقب، لأنه اعتبر هذا شيء يسيء إلى العراق مو يسيء إلى دولة أخرى، وباعتبار السعودية دولة شقيقة لنا. لكن لما يطلعون دولة ويحكون على البحرين ويحكون على غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، ما يحكون على إيران والدسوي بالعراق، لا، ما يحكون على قاسم سليماني من يقعد يفتر بكيفه، ما يحكون لما يجي حسن روحاني وراح احكيها، يجي حسن روحاني ويضربهم بعرض الحائط الذول السياسيين اللي يقولون احنا حكام، ويروح يزور الكاظم قبل ما يستقبل استقبال رسمي، ما يحكون على هاي القضيه. ابو عبد الله من لندن حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين
والله الاخ صباح، الاخ صباح والاخوه والاخوات يعني الاخ كفوا ووفى يعني. نعم يعني انا وتعقيبا على كلامك بخصوص مقتدى صدر، طبعا اخي افل مقتدى صدر عندما امريكا، طبعا هناك شد وجذب بين امريكا وايران، نحن دائما نقول اللهم ادفع الظالمين بالظالمين. نعم. البلدين شاركوا في تدمير العراق وتعذيب اهلنا في العراق، يعني هو يعني مقتدى صدر طبعا صوره وصوت صرح قال اذا هاجت امريكا ايران في تصريح سابق على قناه العربيه، قال اذا امريكا تهاجم ايران سوف نقوم بالدفاع عن ايران ونقوم بمهاجمه الجيش الامريكي في العراق. فهل يعني تناقضات شديده، يعني هو اولا من جاب الميليشيات الى العراق؟ أليست أمريكا جابت ميليشياتكم وسمح للميليشيات الإيرانية العبث بأمن وأمن العراق؟ لكن مقتدى صدر يعني ينسى، هل نسى يعني هو ميليشياته قاموا بقتل وتشريد وتعذيب وقتل أهلنا؟ يعني الآن عندما يدافع عن بحرين يعني هو يعتبر يعني كمسؤول، يعني هل يعني يربط نفسه عقائديا بأهل البيت؟ يعني صار انه يدافع عن مظلومين في البحرين. طيب مثل ما قلنا قاسم سليماني ماذا يفعل في العراق؟ ميليشيات الايرانيه ماذا يعني هو انت تشتغل مع الايرانيين؟ يعني تقوم انت شخصيا ميليشياتك يقتل ويعبث باهلنا في العراق، دمرتم العراق، فلماذا انت الان يعني تجي يدافع على بحرين؟ هل هذا صحيح ام لا؟ وايضا هذه العامري يعني اخي افل يعني انتم ايضا دخلتم صوره وصوت همام حمودي عندما يتحدث يقول الحرية التي أنتم فيها يا شعب العراقي تستطيعون محاسبة أكبر أي مسؤول نعم. على راتبي تستطيع محاسبة أي مسؤول على راتبي. طيب الآن المسؤول يسرق المليارات مو ملايين، يسرق يعني نرى يعني الصورة وصوت معاناة شعبنا في الجنوب في الوسط حتى في الشمال، يعني ناس تعاني، فأنت يعني حاسبنا على إيش؟ فيعني العتب ايضا يعني عندما الاخت تقول جهل، نعم بسبب الجهل والتقليد الاعمى، فيجب ان الناس يعني الوعي، يجب الى متى السكوت، الى متى؟ فيجب ان لا يسكت، يعني الان هذا يقول يعني لابس امامه ويكذب، الان من يستطيع يعني هذاك علاء مجذوب في كربلاء فقط انتقد ايران قتلته، فاين الحريه والديمقراطيه؟ حريه ايش؟ حرية إيش يعني؟ واحد فقط انتقد إيران وقتلته، فأي حرية؟ أنت تستطيع تتكلم مسؤول على راتبة يعني راتبة إيش؟ شعبنا جائع، ويجب الناس يعني يجب أن ينتفضوا، يجب التقليد الأعمى لا ينفع، تقليد الأعمى لا ينفع، يجب يعني يجب توحيد الصفوف، والله أمرنا من فوق سابع سماوات وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم والعدوان السكوت على هؤلاء، لا يجوز السكوت عنهم. نعم. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. طبعا ذكرني بكلام همام حمودي لما يقول انتم ديمقراطيه العالم يحسدكم عليها، انتم تحاسبون اي مسؤول ايش قد ياخذ راتب. طيب هاي الديمقراطيه استاذ همام بلا زحمه عليك، اتمنى يسمعني واتمنى يتواصل لك شايتي، يقول له افل الصقر من الرافدين وجه لك سؤال. لما علي الشياع اعتقل واحد قال يرتدي العمامه ما قال معمم، بس يهرب زئبق والزئبق يستخدم في صنع المتفجرات، ويهرب مخدرات والمخدرات تستخدم في تدمير الشعوب، وين علي الشياع؟ والمعمم اطلقته صراحه لو لا؟ زين اخ همام بلا زحمه، لما كنت انت النائب الاول لرئيس مجلس النواب وسابقا الزباله اللي ملت الانهر ايش سويتوا لها؟ اخ همام هم انا اريد اسالك سؤال، الاخ الملوحه اللي صعدت بالشط شط العرب ايش سويتوا لها؟ الجفاف، النازحين، المدن اللي دمرت، النسوان اللي اعتقلن بصوره غير شرعيه، اغتصاب النساء في السجون ايش سويتوا بيه؟ شنو اللي قدمتوه للعراق ونقدر نسالكم بيه حتى تقول اكو ديمقراطيه؟ ليش هو اكو واحد قدر يفك حلقه ويوميا انتم مشرعين لكم قانون جديد ضد الناس
وهسه قانون حر تكميم الافواه او حريه الراي منعها بالعراق، وقضيه تاج الراس ماشيه بالعراق، ويا هو تحكي يقول لك هذا تاج راس لا تحكي عليه. من يا زمن قيس الخزعلي صار تاج راس العراقيين. حارث من الرمادي حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز، احنا عندنا منطقتنا، احنا انا قلت المتصل قلت له اذكرني لانه الرمادي لكن على النهر القان. من وين؟ انه يعني على كل شغله، يعني على كل شغله بحياتي يلبسون واحد تهمه. اذا تحكي عن اي فساد تقول يابا هذا فساد، هذا هيش، هاي الخدمات ماكو، هاي الحكومة كل اخي حارث. انت من الرمادي لو من وين؟ انا ذكرت من الرمادي، قلت له من الرمادي لكن انا مو من الرمادي، من قضاء القان. نعم حياك الله. حياك الله. يعني احنا عندنا هنا ما شاء الله، يعني شلون ما تقدر تذكر اي فساد مثلا تش مثلا تروح تقول لهم يابا مو هيك، احنا عندنا نقص خدمات، عندنا غيرها غيرها. يقول لك هو انتم توسعون انتم القائم، هم هذول كليتهم يعني تعرف انت مو من قضاءنا، هذول المسؤولين عن الدوائر الحكوميه وغيرها. يقولون شلون عاد شنتوا شلون ما شلون، وانتم هو انتم المفروض ما نعطيكم لا خدمات، وانتم المفروض نحرسكم، وانتم ما شلون. يعني تروح علي باي اساس يعني يلبسك ثوب غير ثوبك وطالعك، يعني طالعك انت الخسران، يعني انت الغلطان من حقهم. نعم. ايه وهاي سالفه النوبه اللي عندنا جماعه المروه واقفين بالسيطرات، عنده واسطه يعبر، ما عنده واسطه هذا ياخذون اوراق ويغرمونه، يعني حتى السياره المسجله ياخذون اوراق مالتك بحجه شنو؟ بحجه انت ما عندك اجازه. واذا هي تعبر من بصفك انه 10 سيارات خمسه وانت واقف وياهم ما مسجلات اصلا، بحجه ما عندك اجازه سوق وغرامات وغيره. اذا تروح تسوي هويه اقل ما تحط لك 50,000، هي جنسيه عراقيه، هي تسويها نفسك اقل ما تحط، اذا ما بتدفع فلوس يعني ما هي لا يسوي لك جنسيه لا غيرها، ما بل واقف لحالك. يعني فساد شيء ما يرحم. نعم. استاذ احنا نريد تقدمون هاي الشغله بحيث ترفعونها على القناه بعاجل وغيرها وغيرها، انه منطقتنا منكوبه. نعم. يعني فساد شيء ما يرحم. مقضينها ما تقدر تحكي، وكلش كم يوم يعتقدون هاي المرأة مبوشة وانت ما ادري شنو مبوشة، ياخذون هاي لابسة حجاب بوشية هاي اعتقاد، او يهينوها او تعبر مثلا مصف عسكري يغلط عليها ويحط بشرفها او غيرها. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ حارث، وان شاء الله يعني وصل صوتك الى الناس كلها وسمعوه، ونعرف نعرف انه هي مو بس الرمادي ولا القائم ولا الفلوجة ولا الموصل ولا غيرها وغيرها، العراق كله منكوب صدقني. ترى يعني اذا ذن المدن دمروها هم بجيشهم، غير مدن دمروها بغير طريقه. ابو عمر من السليمانيه حياك الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ افضل، شوف يا سبحان الله، احنا خلصنا من السيول والتيضانات، هسه جت العواصف الرمليه. نعم. وراح تستمر العواصف الرمليه، بس هم الغباء جلكم الله، الغباء اجرهم. قاموا دمروا المناطق الزراعية، الأشجار حرقوها، المدن دمروها، دمر سووها ويا القاع. هاي كانت خدمة لكم، يعني عاصفة الغرب هاي المدن، فمن توصل لكم توصل لكم خفيفة مو قوية. هسه ما شاء الله الترانزيت فوتي عليهم، فوتي عليهم الفلج الأول والثاني، لا تبقين هذا غضب الله من يجي. بعد باقي الزلازل إن شاء الله كل شيء باقي، هذا مو تمني، هذا حق، هذا حق الله رب العالمين. يقول لك انا اخذ حق هذول الابرياء، الناس الابرياء وقتلوا بدون سبب، لانه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هو هذا انت تتحدث عن الفساد الساد، هذا قبل كم يوم طلع السفير الامريكي يتعامل بالاعمال الاستخباريه الامريكيه، قال خامنئي عنده 200 مليار دولار. الجماعه من طلعوا تهجموا عليه، ما تهجموا عليه لانه كشف الحقيقه، لانه مو عفوا حجم السرقات اللي طلعها من عندهم 200 مليار دولار. بس انا الناس يقول الجماعه ما كل الانترنت الفيسبوك الهاشتاجات اللي يشترونها صار السفير الامريكي،
يقول له دخيل جدك، دخيل جدك بس شوف السستان ايش قد عنده، هذا المرشد الاعور هل قد عنده 200 مليار، لحد المرجع الاعور ايش قد عنده، المراجع العور ايش قد عندهم، خليهم يعرفوا يكشفون حقيقتهم، هم يعرفون الفلوس وين مضمومه وارقامها وحساباتها كلها معروفه حتى الارقام الصغيره مالتها. فانت ناجزوا بالانترنت، ناجزوا ايش فيكم يا حظي؟ هو انت ما تقدرون تسوون شيء، يعني مناسبة ما تقدرون تناجزون، ما تقدرون تحركون، يعني السفير الامريكي صارت عنده غيره يكشف هذول الحراميه، وانتم ما تصير عندنا احنا، يعني اقول انا ادز رسائل، ادز حتى ابو ايفانكا ادز له، احترم ابو ايفانكا، رجل من وعد بالانتخابات بنفذ وعوده الان، مو منافق. صريح ووقح لسوء أخو خيته حتى هنا نقول فأنت بالإنترنت ناشد وحلقة مناسبة، يعني قلنا بس اكتبنا ريحنا قلبنا، أريد نعرف سستاني هذا الهندوسي ذاك الله نوري جباي نوري، هذول بالحساب الموجودين أموالهم كلها بأوروبا، أرقام السرية حسابات خلينا أشدوهم، يعني أنت بدل ما يجيب لك نص كيلو عدس قول له قول يابا هم إيران تستفاد، خلي المرجعية تستفاد وإيران تستفاد، خلينا تقول على فتشير المخدرات كل شيء تشعر اللي يشربها يشربها واللي تاجر يتاجر بها، ولكم العز والثواب في نار جهنم وبئس المصير. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو عمر. ام عبد الله من سليمان عفوا من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك ولقناتك الشريفه ولكل العراق الشريف. حياك الله حياك الله. استاذ احنا اذا نشوف التاريخ العراقي أي. احنا اول شيء العراق لجال ايران باعتبارها هي يعني جاره، بس يعني كان عندها شغل كلش عميق من زمان، من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الى الان هم يشتغلون في سبيل فرض السيطره الايرانيه في الوطن العربي، وبالفعل نجحوا بهذا الشيء. احنا عندنا صدام حسين خطا كبير انه سوى قوه عسكريه ضربت ايران في حربها مع القادسيه الثانيه، لكن ما قدر يغير نفسيه الشعب العراقي. هاي النفسيه اللي تعتبر هي خاصه المناطق الوسطى والجنوبيه، لانه نفسيه مستعده للتلوين، يعني حتى اكثريه الشعب العراقي مع احترام للشرفات انه يتلونون اي واحد يجي بالشارع من المسؤولين يصفقوا له، يعني هاي احنا ماخذيها كقاعده. ليش الدول الاوروبيه انه يعني يعرفون مثقفين، احنا لا عندنا ثقافه ولا عندنا شيء. هاي بالاضافه الى امريكا من دخلت كسرت ارض رجل العراق كله، يعني مثل ما نقول ان سوته سياسه عرجاء. لهذا نشوف يعني بين الوجه الحقيقي، والعراقيين كل زين يعرفون انه الوجه الحقيقي لامريكا هي تدمير. ليش احنا ساندنا امريكا؟ ليش ساندنا ايران ضد صدام حسين او القوه العسكريه اللي موجوده في العراق؟ وراسا ايدنا الاحتلال الامريكي ونزلنا تمثال صدام باعتبار هو طاغيه وهو ضد الديمقراطيه. هسه الديمقراطيه مالتنا شنو؟ الديمقراطيه هي كوسيله من وسائل تدمير البنيه التحتيه للعراق. حطموا المجتمع العراقي كله خاصه المراه. من تسقط الوضع الاجتماعي للأسرة يعني أصبح استعداد للفتاة أو للشاب إنه يعني يقوم بعملية فساد، وهذا اللي بنشوفه على الواقع العراقي أو بالنسبة للدول العربية. نشوف الاستهتار اللي مع الاعتبار الاستهتار اللي موجود للشباب وخاصة الشابات أكثرية مع احترامي للشريفات، كلها يعني امريكا واسرائيل ايران حققت مطامعها في كسر المجتمع العراقي وطمس حضارته والقضاء على الثقافه العربيه اللي موجوده. بعدين احنا فتحنا المجال لايران انه يقوم بعمليه تسقيط النظام. بالاضافه الى هذا احنا البرلمان العراقي هو اصلا بعيد كل البعد عن الشعب العراقي وبعيد عن تصرفات امريكا. امريكا تقوم بعمليه بناء قواعد وجيوش واصلا هي ما عندها اي علم بالوضع اللي السياسي اللي موجود. انه العراقيين حتى العراقيين مع الاعتدال للشرفاء حتى وافقوا في استلام نص كيلو عدس. نص كيلو عدس قالوا ايه ناخذه، ليش ما ناخذه؟ يعني هذا احنا وصلنا الى هاي المرحله.
بعدين احنا ايران وامريكا واسرائيل استغلت وجود الضعف اللي موجود وهو الطائفيه. هاي الطائفيه ترى اكبر نقطه في فساد العراق ووجود الطائفيه والاحتلال الامريكي. نعم شكرا شكرا لك ام عبد الله. ام عبد الله تعليق بسيط صغير، انه ايران هي مو من زمن الرسول اشتغلت، ايران ما كان لها دور في تلك الفتره. يا سيدتي العزيزه لم يكن هنالك شيء اسمه ايران قبل اتفاقيه سايكس بيكو، كانت اسمها الامبراطوريه الفارسيه. هم حقدهم على العرب وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه انهى الامبراطوريه الفارسيه. هم يعني يعتقدون ان العراق ضيعتهم، بالعكس هو مو ضيعتهم بل عاصمتهم، لان عاصمه الامبراطوريه الفارسيه هي المدائن. وايوان كسرى دليل وموجود. ليش اثار العراق كلها انضربت وانقصفت؟ ليش ايوان كسرى الوحيد اللي ما انضرب؟ لانه تاريخهم، تاريخهم السيء والمشرف لنا. هم يكرهون الوطن العربي يا سيدتي لانه عمر بن الخطاب وجيش المسلمين ابان الفتوحات الاسلاميه انهى شيء اسمه الامبراطوريه الفارسيه، ولا فارس بعد فارس او لا قيام لهم بعد كسرى. هاي رقم واحد. رقم اثنين، هم نمر من ورق لكن مخالبه من حديد. مشكله ايران انها تتعامل بفكر، العراقي ما يحارب فكر، ايران تحارب فكر. ايران يا سيدتي العزيزه تعمل على تغيير افكار الناس وسرقه افكار الناس وسرقه معتقدات الناس. عندي دقيقه راح اقرا بها الواتسابات على السريع. استاذ افل، ماذا تتوقع من هؤلاء الذين اتت بهم امريكا الملعونه من مخلفات القمامه ومجاري الصرف الصحي؟ شخص من العراق باعث السكر، وشخص من العراق ايضا يقول السلام عليكم اخواني، انا من محافظه انبار قضاء القائم، اكثر من نصف المجتمع راح يغارون القضاء بسبب اعمال ميليشيات الحشد الشعبي واعتداءات على النساء، واذا واحد يحكي وياهم يلسونه تهمه، يلزقونه تهمه داعش. يعني الى متى نبقى على هاي الحاله؟ الشخص يقول تحيه التقدير واعجاب لقناه الرافدين بطل وكادر المحترم على خدمه العراق والعراقيين، هذا واجبنا. يقول عشرات السنين وانا وكل عراقي شريف يحييكم على كل ما قدمتموه للعراق، وانكم خير قناه تتمتع بالاعتدال وكشف السرقات وينتفض ضد هؤلاء المجرمين وايران واذنابها والفساد. اخوكم محمد الرباعي سيدني من استراليا. اشكرك يا اخ محمد. من الامارات يقول له تحيه لك اخي، وتحيه لصوت حق الناطق بمعاناه العراق الرافدين. نستكمل ما كنا تكلمنا عنه بالأمس، المظاهر الدخيلة على مجتمع العراق، ورسالة طويلة لا أستطيع سردها كاملة. سيدتي العزيزة، المشكلة ليس في البرلمانيين، المشكلة ليس في أمريكا، المشكلة ليس في إيران. أنا لا أتكلم مع كل هؤلاء، فهم لا يهموني، أنا عراقي، اللي يهمني العراق، واللي يهمني الشعب العراقي، واللي يهمني أخواني بالعراق. المشكلة بالشعب نفسه اللي سكت عنهم. أريد أسألهم سؤال، شوفوا الشعوب كلها، يا شعب رضى بالظلم وخنع بي وما تعب. اللي صار بزمن هولاك والتتار لما احتلوا بغداد لأنه الشعب خنع، لكن لما ثار الشعب عليهم رجعت بغداد أحسن من الأول. تحية لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.